عزيزي جيسي، الفترة الماضية كانت فترة حلوة وصعبة بنفس الوقت. اشتغلنا هواي شغل حلو، وسوينا هواي أعمال مميزة، تعاوننا وسوينا إنجازات كثيرة. بس أنا قررت أن أنقل كل شي بحياتي لمرحلة جديدة وأطور من نفسي أكثر، لأنه بغض النظر عن الشي اللي قدمه الشخص، الحياة دائما راح تطلب من عندنا أنه نقدم أكثر. وهذا الشي يطلب مني انه انتقل لمكان ثاني واترك كل شي وراي حاليا. هي الحياة هيج، تجربة، تنقل، مغامرة. اتمنى لك حياة سعيدة. مرحبا حبايبي، واهلا وسهلا بكم بفلوق جديد. مثل ما تشوفون فيديو اليوم عبارة عن سفر، انا سافرت بعد خلاص هاجرت. بما ان اليوم هو اول يوم لي بدبي فالصراحة انا كلش تعبان من السفر، بس راح اراويكم مقتطفات عن اول يوم لي، وباليوم الجاي راح يكون اكو شيء جديد ترقبوا. اما هسه خلي نبدي الفلوق. قبل لا نبدي خليني اراويكم شنو وصل لي اليوم. هاي سكينتي الجديدة، سكينتي الجديدة اللي طلبتها بوقت السابق من الموقع وصلت، مو بس وحدها وياها بعد، خليني اراويكم. هاي الصغيرة اللي استخداماتها الخاصة، هاي هم من الاستخدامات الخاصة، راح تشوفون كل شيء بالفيديوهات القادمة. هاي لتقطيع الخضار مثلاً، هذا الطبق أو الساطور، تعرفوا بعد هذا اللي ما يستخدمون. حبايبي حتى تطلبون سكينتي أو باقي السكاشين راح أترك لكم رابط جوا بالديسكربشن مع كود الخصم، أوكي؟ بما ان اليوم اول يوم لي بدبي فاكيد لازم نجرب الشغلات اللي صار لي كل شوي مشتاق لها، راح اخذكم وياي. الصراحه انا ذول احب اكلهم، ليش؟ لانه في فنكه مميزه ما اعرف ليش. نقول شنو؟ بسم الله ونطقها. الشغلة الثانية اللي أنا كلش مشتاق لها هي دوناتس. كذا أختار مفضلة عندي. بسم الله. مو لوتس، أنا عبالي لوتس بس طلعت مو لوتس. حد لا أنا مصدوم من الطعم، ما قاعد أقدر أعرف طعم شنو. هسا شنسوي؟ ما اجي راح الصبعي السكاكين. حبايبي هسه اول مكان راح اروح له راح اروح اشتري ساعه، حتى جاوبكم من هسه هاي الساعه مو واصليه، هاي هم واصليه. يعني انا ما اعرف شغلات جنط البنات، بس راح اصور لكم فشي خاص للبنات. حلو، هاي القبعة هم راح اشتريها اليوم حبايبي. وهاي كانت فقرة الشباب، اوكي؟ هسه اعتقد واحد شوية جاع فيروح ياكل. احلى شيء بالمكان انه بيق قاعدة، واحد يجي يدخل هو وعائلته يقعد يسدون الباردة، يعني واحد كأنه ما قاعد ببيته، يمكن اكثر خصوصية. اه
اول شيء ناخذ معي الخبزه اللي مو طبيعيه، ناخذ شوي متبل، نقول بسم الله ونطقها وناكل. هاي اللي اسمها الفحسه، هم نقول بسم الله. هسه دور المندي، وهذا مو مندي، هذا اسمه مخبون، مخمود اسمه مخبوش. ناخذ شوي ونقول بسم الله. لذيذ، صار عليها ليمون. هسه ورا ما اخلص مشاويري كلها راح اروح اقعد ماكدونالدز وافتح لايف على التيك توك. اللي ما يعرف هذا التيك توك مالتي، لا تحبون تجون هناك، انا راح افتح لايف بين فتره والثانيه بالايام الجايه. اوكي، صعب كان نصور كل شيء بسبب الازدحام مال المول والهوسه، الصوت ما يبين، اذا لاحظت الصوت بالمول ما يبين زين. فاعرف ان هذا الفيديو راح يكون نوعا ما شوي فيديو خامل لانه هذا اول يوم لي وتعبان بعدني من السفر. اوكي، بس اللي احب اقول لكم اياه انه بالايام الجايه راح يكون اكو فد شيء جديد. اوكي، انا راح اسوي فد نوع جديد من الفلوجات، فانتوا كل اللي عليكم انه تقعدون مكانكم تراقبون بس. صارت الدنيا ليل، هي صايره ليل من زمان، بس صراحه اقول لكم انتوا عائلتي، انا ما احب اكذب عليكم. هذا ثاني يوم اللي بدبي بالليل، اوكي؟ شوفوا بمنو التقيت. الو شيف فارس، حيا حبيبي الغالي، حبيبي شلونك، اخبارك؟ رب ابشرك. شنو هالزيت جميل، شنو هالكشخه؟ اقول لكم انصدمت من محمد انه طلع بالحقيقه جميل. لا تخجلني فارس، لا صراحه نقول الصدق. نحن حبايبي شوف، منا ورايح انا وفارس راح نصور لكم فلوجات شيء جديد، راح تراويكم شيء جديد، عالم ثاني. اوكي، اما هسه راح انهي فيديو اليوم، اتمنى يا رب استمتعتوا. اذا وصلتوا لنا بالفيديو خلوا لي علم العراق هنا، علم الامارات. اوكي، واذا استمتعتوا بالفيديو شروا بين ربعكم، لان انسان يستحق النشر والدعم. لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه، واشتركوا بالقناه بعد. شو وقت نشوفهم في فلوق جديد ان شاء الله. سلام.